وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم سأل يقول: في كل صلاة جمعة يقرأ الإمام سورة الأعلى، يعني يقرأ الركعة الأولى من صلاة الجمعة الفاتحة والأعلى، والثانية الفاتحة والغاشية. في كل صلاة جمعة يخص هاتين السورتين في كل صلاة، فهل فعله صحيح؟ نعم، هذه السنة. السنة في صلاة الجمعة 4 أنواع، 3 ورد فيها الدليل، وهي الأعلى والغاشية، أو الجمعة والمنافقون، أو الجمعة والغاشية. هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ مرة كان يقرأ بالأعلى والغاشية، مرة كان يقرأ بالجمعة والمنافقون، مرة كان يقرأ بالجمعة والغاشية. إن تمكن من هذه فجزاه الله خير، إن لم يتمكن يقرأ بأي سورتين لقول ربنا تبارك وتعالى: فقرأه ما تيسر من القرآن، والله أعلم.